ورياضيا ننتقل إلى موقع اليوم السابع ونقرأ خبر بعنوان الأهلي يطير إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمباراة سيمبا في دوري الأبطال. تطير بعثة النادي الأهلي اليوم الجمعة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تتجمع البعثة الحمراء ظهر اليوم في مطار القاهرة قبل استقلال طائرة الجهاز الفني خلال مران اليوم على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في المباراة بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه. وحقق الأهلي فوزا هاما بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، تربع بها على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشا ومحمود كهربا ووالتر بواليا. ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سيمبا من أجل البقاء على قمة المجموعة أو تحقيق الفوز خارج الديار للانفراد بقمة مجموعته، باعتبار أن سيمبا المنافس له على الصدارة.